بخار الدياي على أصوله. أول شيء راح نجيب السمنة مع البصل نحمسهم مع بعض، تالي راح ننزل الزنجبيل والثوم ونفس الشيء هم بعد نحمسهم، وتالي راح ننزل الطماط وراح نبتدي نقلبه لما يصير مستوي وناضج. بعدين راح ننزل الملح وبهارات البخاري وراح نحمس يا معلم. الحين راح ننزل الدياي والكشمش بعد، وطبعا راح نضيف الماء الحار ونخلي الدياي يستوي ساعة. بعد ساعة راح نشيل الدياي برا وننزل الجزر وشوية من الشراقي، والحين خلاص راح ننزل العيش ونخليه يتسكر على راحته. وعلى ما يتسكر خلنا نسوي صلصة عبارة عن معجون طماط وكاتشب وملح وبهارات البخاري مع رشة من الليمون وزيت الزيتون. والحين راح ناخذ الخلطة الجميلة اللذيذة الأحمرية وندهن فيها الدياي وندخل الفرن ونخليه بس من فوق، وراح يطلع معانا بهذا الشكل. والحين العيش معانا خلاص تسكر، راح ننزل عليهم السمنة ونقلبه يا قلبي على أساس يعطينا النكهة اللذيذة. الحين صار وقت النشاب خلاص. يا سلام، والحين بنذوق. طعمه روعة، ضروري تجربونه.